2 هنكمل. الفيديو طبعا فصل لان البرنامج بيسجل تلت ساعه بس. تمام، هنرجع من هنا نشوف احنا القيمه كام. احنا القيمه هنا 197 متر. تمام، هبتدي بس هتاكد كده وانا نازل هلاقي نفسي ايه بينزل معايا الرقم لغايه الزيرو والسالب يطلع تاني. طيب يلا نشوف بقى السيميوليشن بتاعنا. احنا دلوقتي الرقم 99 بقارنه مع 90، هنزل شويه شويه لغايه ما لقط اللولو. لما بيلقط اللولو ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ المفروض ان مفيش اي حاجه تحصل، مفيش اي حاجه بتحصل، بس هي بتفتح لي سكه انه بعد كده البرنامج هيبتدي يشتغل، بس بقى السيكونس هنشرحها بعد شويه. يلا نكمل هنشوف اللو. اول ما يلقط اللو دلوقتي انا 88، هنزل لغايه 80 لقط معايا. لما لقط اللو هاجي كده واشوف انه اشتغلت اول ترومبه. تمام، وهنا هلاقي اول خرج عندي اشتغل. هبتدي انزل وانا ممكن اشوف من هنا، هبتدي انزل القيم شويه شويه. ممكن اضيف هنا عندي الام دي 100، ام دي 100، شوف القيم، بس هو هيطلعها من غير السكيلينج بتاعها، خلاص ملهاش لازمة. هرجع اشوفها عندي هنا لغاية ما اوصل للميديوم. انا دلوقتي 65، هقارن مع 60، انزل لغاية ما اوصل 60 هلاقي اول ترومبة المفروض تفضل شغالة، تاني ترومبة اشتغلت معاها زي ما هنا موجود، اول ترومبة زائد تاني ترومبة. يلا التالتة واحنا نازلين هنشوف النزول. هننزل كمان لغاية ما نوصل لثالث ترومبة اللي هي القيمة اهي. هنشوف احنا وصلنا قيمة كام، 30 وهنا 40. لما هوصل 20 الألارم هيشتغل اللي هو الخرج اللي بعديه. لما هوصل 20 لقيت الخرج ده اشتغل اللي هو الألارم، ولقيت ده لقط خلاص. لما هنزل بقى المفروض الالارم ما فيهوش ست، يعني هيروح على طول، راح على طول. كويس، هبتدي وانا نازل اشوف ايه اللي هيطفى، ايه اللي هيطفى. يلا نشوف القيمه مع المقارنه. هنزل لغايه ما اوصل كم متر، هوصل 60 متر، 40 متر، هلاقي المفروض الكل يبقوا شغالين. بي 1 بي 2 بي 3. تمام، شوف ايه اللي حصل، ايه اللي خلى دول يطفوا، اللي خلى دول يطفوا. لا شغالين اهو، الخرج شغال، ده الخرج شغال، كل الخرج شغال. لما هزيد شوية كلهم هيطفوا مرة واحدة لما اوصل لولو. اول ما وصلت اللولو كلهم طفوا لانه دي عملت ريست. هرجع هنا اشوفها، شوف القيمة كام، 94 متر. خلاص يبقى كده تمام، احنا في الطلوع، في الطلوع اشتغلت اول ترومبة والاولى والتانية والاولى والتانية والتالتة والالارم، نزول مفيش حاجة طفت معايا غير الالارم لغاية ما وصلت تحت ليفل اللولو. عايز اعمل بقى السيكونس. عشان اعمل السيكونس ده الفكره ان انا هزيد هنا عندي مقارنه، هخلي مقارنه انه ده سيكونس 1 رقم 1، مقارنه مع الرقم 1 ومع الرقم 2 مع الرقم 3، كل ما انا اعمل نزول عن القيمه ال. تمام، هروح اضيفها. طبعا هضطر اضيفها قبل كل قبل كل الخرج ده اللي هو B1 وB2 وB3. أضيفها عند أول واحدة. الأول أضيف المقارنة، أعمل إضافة كومباراتور. تمام، هضيف
كاونتر، تمام، كاونت اب، ابتدي اضيف الكاونت اب. مين اللي هيعمل زياده للكاونت اب؟ مين اللي هو هي إيه هتعد على قيمه ايه؟ على اللولو. كل ما اعدي اللولو من النيجاتيف ايدج. ليه؟ انا قال لك طالما انا فوق فانا ال 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 هتكون قيمتها بواحد، لما تنزل عن القيمه دي هتنزل بزيرو، فالنيجاتيف ايدج هي اللي هتحول لي النكست ستيب. بس انا عندي هنا في السيميوليشن مش شغاله النيجاتيف ايدج، فمش هضيفها، لو هضيفها هضيفها هنا، تمام. طيب انا عايز اعمل ست لقيمه رقم واحد، فهضيف هنا سي شارب واحد. مين اللي هيعمل ست للواحد؟ هجيب قيمه ام دبليو 50 مثلا، ام دبل 50 الست. طيب تمام، اللي هيعمل الستيب هي الستارت. اوكي، لما هشتغل، لما هيشغل هو اللي هيعمل، هيضيف لي الرقم واحد على الخارج على طول. الخارج على يطلع على ام دبليو مثلا 20، تمام. والريست، مين اللي يعمل ريست للكاونتر ده؟ انا عايزه يعد رقم واحد اللي هو ده، اتنين، تلاتة، لما يوصل لأربعة يفصل. فعامل مقارنة، عامل هنا مقارنة، هروح للكمبراتور واشوف هقارن ايه بايه. هقارن انا لما اوصل ايكوال انتجر، لما اوصل لرقم اربعة. طيب مين اللي هيوصل لرقم اربعة؟ هي الـ MW20 قيمة الخارج. لما توصل لاربعة، تمام، الكاونتر ده طبعا لازم اسميه، فهديله اسم ان هو سيكونس، لازم اديله سيمبل. فانا هروح على هنا اوبشن واخليه سيكونس، سميه سيكونس مثلا، هدي له ام، هثبته عندي ب عندي فده سيكونس مرضيش. اسف، طبعا هنا هنسميه سي 1، هو هيتسمى، معلش، هيتسمى سي 1 كاونتر رقم واحد، تمام. هيخزن الكاونتر ده، نعيد تاني، الكاونتر ده هيعد كل مره ينزل فيها عن ليفل السائل عن اللولو، هيعد بواحد، هيزود واحد، هيخزنها في ام دبليو 20. لما الام دبليو 20 توصل لاربعه هيصفر لي الكاونتر تاني. الكاونتر طبعا طالما اون موجوده فهو هيحول الرقم زيرو لواحد عشان اعد واحد اتنين تلاتة. ليه ما عدتش من الزيرو؟ لانه لو انا جيت اعد من الزيرو مش هعرف انا مطفي ولا شغال. طب هنيجي هنا نزود بقى ايه عشان الحاجه دي تشتغل معايا. هزود هنا القيمه اللي تخليني ازود قيمه مقارنه، تخليني اعرف انا في سيكونس واحد ولا سيكونس اتنين ولا سيكونس تلاتة. فهكتب هنا سيكونس واحد عشان ما اضيعش. السيكونس واحد هيشغل مضخة رقم واحد اتنين تلاتة زي ما هم موجودين، تمام. فدي هتشغل بيبون البمب الاولى ات سيكونس وان، هنا ات سيكونس وان، اند كاونتر قيمته تساوي الواحد. هاجي هنا احط مقارنة، هقارن رقم واحد ب انا مين اللي عندي الخرج هنا ب دبليو السي 1 ب دبليو 20 القيمة اللي طالعة عندي، هقارنها ام دبليو 20.
قارنها بالرقم واحد، فلو هي واحد هتشغل الترومبة الأولى وبعدين هتشغل الترومبة التانية وبعدين التالتة. كوبي تعال نجرب عملية المقارنة ولا نضيف الرقم اتنين؟ هنضيفها بالمرة. هنيجي هنا ننسخ دول نتورك دي ودي ودي مع بعض، دي ودي ودي، التلاتة دول هنسخهم كوبي هحط بيست. يلا نقول دول ايه بالظبط؟ دي بقينا احنا في المقارنة هنا في سيكونس 2. في سيكونس 2 الكاونتر هيبقى رقم 2 ودي الترومبة الأولى، الترومبة اللي هنا بالسيكونس هتبقى بي 2 وهنا بي 3 وهنا بي 4. يلا هنا هيشغل لي بي 2 وهنا بي 3 وهنا بي واحد. انا كده بقى حولت الموضوع عند الرقم اتنين، عند الرقم اتنين، عند الرقم اتنين. هنسيف وننزل البرنامج ونبتدي نشوف، ونبتدي نشوف السيموليشن هيعمل ايه. تعال نشوف الكمبيوتر مقارنة بتاعتي 3. انا زدت رحت فين؟ ايوه ادي العداد، العداد قيمته دلوقتي واحد. نبتدي نزود، هيبتدي بقى نتكلم هنا. هنبتدي الليفل يعلى يعلى يعلى، يشغل الترومبات على السيكونس الاول وهو نازل هيبتدي يبدل على السيكونس الثاني. طيب هيبتدي الليكويد يزيد يزيد يزيد، اشتغلت اول ترومب، ثاني ترومبة، ثالث ترومبة، اول ترومبة، الالارم وانا راجع مفيش حاجة هتطفى الا لما اوصل للال ال. اول ما وصلت لال ال وانا راجع بقى، عشان هنا مفيش نيجاتيف ايدج، هو هياخد على البوزيتيف ايدج عشان ما اشتغلتش النيجاتيف ايدج. وانا راجع الاقي العداد عدى على 3، وصلت سيكونس 3، المفروض دي تشتغل بعدها دي وبعدها دي. يلا بينا ننزل نعلي مستوى السائل، هتشتغل هنشوف المرة الثالثة اصلا انا ضايفها ولا لا. رقم 3 هنا لسه رقم 1. شوف انا بعد 2 2 هاجي هنا في حاجة ما ضفتهاش، هناخدهم من الاول. هناخد ده الايه العداد بتاعي، ده السيكونس 1 بي 1 بي 2 بي 3 عشان يبقى الموضوع تمام. في حاجة دخلت في النص خطأ، حذفت لي بي 3 في الاخر، اهي هي دي اللي هي بي دي 3 الهاي. هناخدها كنترول اكس كنترول اكس واضيفها مكانها، 1 2 هي هتبقى هنا وده الهاي ودي بي 3، يبقى دي بي 3 ده في السيكونس 1. السيكونس 2 هتبقى بي بي 2 بي 3 بي 1، هنتاكد منهم. هنلاقي البي 1 على الهاي، اللي قبلها ميديوم، اللي قبلها لو. طيب يلا اللي بعديه، اللي بعديه احنا لسه مش عاملينه، هنختار دي بالضغط على الكنترول طبعا، ودي ودي، التلاتة دول كوبي. يلا ننزل هنا في الاخر.
الاخر خالص وهنضيفهم. سيكونس 3 بقى، ادي السيكونس، هنكتب هنا سيكونس 3، وانا هنا السي هتبقى على 3، ودي هتبقى بي 3، ودي بي 1 عشان اي حد يقرا هتبقى واضحة، ودي بي 2، بي 2 بقى، يلا بي 2 هنا هتبقى بي 2، وده هيقارن مع الرقم 3 اللي بعديه. تمام، في حاجة طبعا نسيناها بس نخلص دي، ده بي كام؟ بي 1 مع بي، بي 1 مع الرقم 3، وده بي 3 مع الرقم 3، مع الرقم 3. اللي نسيناه بقى هنا، هنا هلاحظ انه انا شغال ايه، بي 1 مع اوفرلود 3، طبعا ده ما ينفعش. هطلع فوق بقى اجيب من اول سيكونس 2، من اول سيكونس 2 بي 2 هتشتغل مع اوفرلود 2، تمام. بي 3 هتشتغل مع اوفرلود 3، وبي 1 هتشتغل مع اوفرلود 1. طيب هننزل على السيكونس 3، بي 3 تشتغل مع اوفرلود 3، بي 1 مع اوفرلود 1، وبي 2 مع اوفرلود 2. خلاص كده البرنامج نسيف ننزله، نبتدي نعمل السيميوليشن بتاعنا. ستارت، ستوب، ستارت. هبتدي في البدايه مفيش اي حاجه تحصل، هروح هنا اشوف انا الكاونتر، خلينا نشوف الكاونتر واخد رقم كام. كاونتر لسه واخد الرقم 0. نقفل نفتح تاني، واخد الست بتاعه المفروض. تمام، هو خد ايه الاون بتاعته، الكاونتر هو اللي بيعده ال ال كان في البدايه طبعا لما نحنا مطفين وعاملين ستوب. تمام، مشغلين، اسف، عاملين ستوب، نعمل ستوب في حاجه تاخد اي قيمه، فهو في البدايه هياخد على الرقم 1، فانا في سيكونس 1 هبتدي ليكويد يزيد، مع زياده الليكويد طبعا عشان النيجاتيف ايدج هنا محطوط لسه بوزيتيف ايدج، مع زياده الليكويد هيطلع هنا هيشتغل عندي السيكونس 2، يعني هتشتغل الترومبه دي بعدها دي بعدها دي. يلا نزود، نزود. تمام، في حاجه نروح نشوف ايه هي، الزرار ستوب لسه ما، ايوه الستوب، اسف اسف اسف، هنعيد تاني، هنروح نشوف الكاونتر بكام. الكاونتر دلوقتي باتنين، لما هزود هيبقى بتلاته لانه هو هيحس بال ال، اول ما ال ال لمست معايا جه ده تلاته، فهيشتغل اول ترومبه بعدين التالته بعدين الاولى بعدين التانيه بعدين الالارم، وانا نازل مفيش حاجه تطفى معايا الا لما اوصل لل ال ال ورقم تلاته اللي في الكاونتر ده. اول مفروض هو لما بينزل بتبقى ايه 1، بس هو انا هنا بالبوزيتيف اتش، فاول ما هلمس ال 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 هلاقي ايه بقى بي 0. تمام، هو لما وصل هنا 4 في حاجة بتصفره ام دبليو 20، بل ياخد الزيرو، الست
الست بتاعتي مش